ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره تانية بعد الفاصل. بصوا عملت ايه. الله 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 الله، والله بقى الفلفل ده او الصغير صدمتك صح. هعمل بقى خيط، بص الدباره، وادي الابره بتاعه المنجد الجميله. انا بس لابسه الجلافز وواسع عليا، سامحوني، بس اول ما الاقي هيجيبوا لي المقاس. ما بيبقى المقاس الصغير ده نادرا ما بلاقيهوش في الصيدليات. هبدا بقى اخد ده، هعمله عقد وهعلق عندي. فاكرين دلوقتي بيعملوا منهم البلاستيك يا يا يا, يا مريوم؟ يا طبعا عايزه ارحب بيك الاول. مريم شريف حبيبتي خبيره التغذيه، منوراني يا مريوم. انت كمان حبيبتي، ازيك؟ ازيك انت يا قمرايه. احنا نعمل العقد الحلوه دي ونعلقها بقى تجف كده في الطبيعه في الشمس بتاع ربنا، ونبدا بقى ايه ناخد اللي هيجف ده نعمل فيه ايه، ناخده بقى نشتغل بيه بعدها في الكبه، نطحنه بقى في الكبه ونحط له شويه ملح وشويه زيت زيتون. عايزين تطعموه بشويه سن الثوم، يا سلام، مش هيبقى فيه مشكله. وبعدين نحطه بقى في التلاجة ونتعامل بيه مع اي حاجه انتوا حابينها. ناخد بقى كده اهو، بسم الله، ونبدا بقى ايه نتعامل. طلعت من تيشرتاتي خالص كده اهو، حلو الكلام. هنبدا بقى نخلي القمر ده مثلا هنا كده على هنا لحد ما احمد يجيب لي طبق، واشيل بقى الدباره الحلوه دي اللي بتنفع وقت الزنقه، والابره طبعا. وبعدين هبدا اخد الفلفل ده، انا هقطعه كده جنب مريم، بس انا عايزه الاول نبدا ننزل ارقام التليفونات وننزل الصفحات الحلوه الخاصه بي في تارم جلوبال، الكورس اللي هتكلمينا عنه النهارده يا مريم. ونتكلم بقى على موضوعنا عشان في شويه حاجات كده عايزه اسالك عليها جات لنا في حته تكرار الاكل. خلينا الاول ننزل الارقام الخاصه بي في تارم، دي الارقام الخاصه بيكوا 6 ارقام. وكمان الصفحتين دي اول صفحه ليكوا يا مريم، قول لنا بقى التفاعل من خلال الصفحتين بتاعتك. تمام، دي اول صفحه لينا على الفيسبوك، ممكن اي حد يتواصل من خلالها او يرد او اي اسئله هيتسالنا. وكمان ممكن يشوفوا شكل المنتج ايه عشان يكونوا عارفين شكل المنتج، حتى لو طلبوه يبقوا عارفين شكله ايه. وكمان عايزة أأكد حاجة، كل الناس تطلب الكورس من خلال الصفحة أو بيطلبوا من خلال التليفونات يتأكدوا إن ده المنتج الأصلي، عشان خلاص بقى فيه منافسين كتير فالمنتج ممكن يتغش أو يتقلد. فنتأكد ده من خلال التشرينك اللي هيكون على العلبة، يا إما العلامة المائية اللي هتكون خارج العلبة، يا كود الخدش اللي داخل العلبة. كل ده نتأكد منه أول ما يوصل لنا بس الكورس بتاعنا، عشان نتأكد إن ده الكورس الأصلي بتاعنا والأوريجينال. طيب النهارده بقى احنا موضوعنا مهم، عشان قبل ما انزل بقول انزل، انا انت بتقولي لي يا سي اول ما دخلت قالت لي انا حظي حلو كل ما باجي الاقي حضرتك عامله وصفات بالبطاطا. فاحنا بنحب ما فكرت يا حضرتك مفيده على فكره، على فكره مفيده والله فعلا جدا، وهي دلوقتي الموسم بتاع الشعر والجسم يعني، فبتمنع الانيميا كمان، حلوه قوي. طيب احنا بقى هنعمل النهارده بيها الدونت، دونت كل الناس بتحبه، فهندخلها في العجينه بتاعت الدونت بتاعتنا ان شاء الله ويبقى طعمها حلو. وخلينا بقى نقول النهارده احنا هسالك سؤال. السؤال ده نوعية الأكل اللي بناكلها، احنا أحيانا بنبقى متعودين أصناف معينة، مثلا مكرونة وبانيه وسلطة بالظبط، شوية خضار، كم صنف تحديدا هم اللي شغالين عليهم باستمرار، الولاد بيحبوهم فاحنا بننجز وسهلين لينا. تكرار نوعية الأكل دي بصفة مستمرة على الجسم نفسه، فيها مشكلة في الموضوع ده؟ طبعا، أول حاجة عشان احنا بنكرر الأكل زي ما قلتي أو بنستسهل في الأكل، اول حاجه ضرره ان هو بيبعدنا عن التنوع في الاكل. يعني ربنا اصلا خلق لنا الخضروات متنوعه والفاكهه متنوعه والاكل كله متنوع، علشان هنا في بروتينات هنا في فيتامينات، فيبقى الاكل كله متنوع. فتكرار الاكل نفسه بيسبب لنا البعد عن التنوع في الاكل، اللي بيمد الجسم بالعناصر الغذائيه المهمه في الجسم. وبالتالي يعني لما الجسم ما بيبقاش فيه تنوع هيمنع الانيميا وهيسبب لنا مشكلات كبيره. تمام. كمان ده بيسبب انخفاض في معدل الحرق، ان انا ماشي على اكله معينه طول يومي او كل شويه على نفس الاكله، فبينخفض لي في الاكل، كمان بيسبب لي مشكلات تانية كتير زي تساقط الشعر، الانيميا الحاده، فقر لا قدر الله، فقر في الدم، كمان بيسبب لنا ان ضربات في القلب، كل دي مشكلات ممكن تسبب لنا، ممكن يجيب لنفسنا امراض واحنا جسمنا صحي وسليم. كويس جدا. طيب هنبدا بقى نتكلم، الاول كلمينا عن الكورس عشان كل اصدقائنا لسه منضمين لينا او لسه اول مره يعرفوا موضوع الكورس من في تارم جلوبال. ايه اللي بيفرق الكورس بتاعكم يا مريم عن اي كورسات تانية بره؟ ولو انا عارفه ان في كورسات تانية بره برده كويسه، بس انتوا هنا احنا منتجنا اللي بيفرق ان احنا ضعفنا الماده الفعاله. كمان احنا حاطين فيه اعشاب بتعلي معدل الحرق بشكل سريع جدا، يعني ممكن خلال الاسبوع نلاقي فرق. كمان احنا عندنا كمان منتجنا طبيعي يعني 100% ما فيهوش اي اعراض، ممكن لا قدر الله اي حاجه تانية يبقى ليها اي اعراض،
ممكن فيها اي حاجات كيماويه، فاحنا ما نعرفش المنتج ده طبيعي ولا ممكن يبقى ليه تاثير. بس احنا بنتميز ان احنا منتجنا طبيعي، كله الياف طبيعيه. تمام. بتساعد على امتلاء المعده، ويساعد ان هو يعلي لنا معدل الحرق، كمان بينقينا جسمنا من السموم. الكرسي عشان الناس تعرف هو عباره عن ايه، هو عباره عن كبسولات. لما بتاخد الكرسي بيبقى عباره عن كبسولات ونقط والاعشاب. الكبسولات بتقفل الشهيه، كمان بتقفل الشهيه، وكمان بتفتت الدهون اللي في الجسم، وبتقضي على الخلايا الدهنيه في الجسم. اللي هي اصلا الخلايا الدهنيه دي اللي بتكون الدهون. فانا عايزه اقضي عليها تماما عشان بعد ما اخس ما ارجعش اتخن تاني. وده بقى اللي بتميز عندنا في الكرسي، ان انت لما بتخس ما بترجعش تتخن تاني غير اي كرسي تاني او غير اي انظمه بتمشي عليها. تمام. النقط كمان بتعلي لي معدل الحرق، وفيها فيتامين للجسم، عشان في ناس ما بتاكلش اي خضار او فاكهه. في ناس مثلا ممكن تقول لي انا مثلا لو كتبت لي عن خضروات معينه او فاكهه معينه ما بتاكلهوش. فالنقط تاخدها بتستبدلها وتعليها معدل حرق. ده بقى للناس، عشان ده السؤال جالي للناس حتى اللي عندها ضعف في الغده الدرقيه. بالظبط كده. او عندهم مشاكل وشالوا الغده مثلا. بالظبط. سهل ان هم ياخدوا الكورس ده. سهل ان هم ياخدوه، كمان بكتب لهم النقط دي كمان عشان تعليلوا معدل حرق سريع جدا، عشان يحققوا يخسوا بوقت اسرع. ان ممكن عندهم خمول في الغده الدرقيه، المعدل الحرق بطيء جدا. بطيء. بطيء جدا يعني. لكن النقط هتساعد يا مريم. النقط هتساعد جدا في ده، حلو قوي. وفي ناس كتير قوي كانت مريضه غده درقيه واتعالجوا معايا. والله ما شاء الله. وخسوا فتره سريعه جدا على فكره. ما شاء الله. لان هي علت لهم معدل الحرق فنزلوا بوقت اسرع. والله. كمان الاعشاب حلوه قوي، نقدر ان احنا نستخدمها نخليها مشروبنا اليومي. زي في ناس بتعود نفسها على المشروبات الغازيه الغير صحيه. فانا هستبدلها بمشروبات مشروبات صحية اللي هو الاعشاب، اعودها عليها واحده بواحده. عودت ناس كتير قوي اتعاملت معانا على الاعشاب دي وقالوا عليها حلوه قوي، لان هي بيبقى طعمها كويس، كمان بيمشي عليها مشروبنا يعني اليومي. يعني طعمه مستساغ كويس، مش مر ولا بيضايق. وكمان بيعللوا معدل الحرق، يعني بينقي جسمهم من السموم كده. يعني في ناس بتقول بحس لما بشربه ان جسمي صيفي كده من جوه. حلو. ما هي زي الديتوكس، ما انت زي هي الفكره، بس ان هم مش هيحتاجوا يبقوا ماشيين على رول يوم كامل. بالزبط. على وصفات تاخد منهم وكمان بتبقى طعمها، كمان في ناس ما بتحبهاش، يعني طعمها بيبقى وحش ومر وكده، ومش اي حد بقى يقدر يعمل جزرين. اجرب الاعشاب دي اما اشوف طعمها حلو ولا لا. جربي طعمها حلو. على فكره فيها النعناع. هي وصفات الديتوكس بتاعتي. النعناع بيلطف على المعده وحلو، فيها نعناع. النعناع حلو قوي كمان. تمام. كمان فيها المرمريه حلوه وبتعلي معدل الحرق. كمان توت البري. وزي ما قلت لك المنتج كله طبيعي، وفي الياف طبيعيه بتساعد على امتلاء المعده. تمام. بشكل صحي وسليم، يعني منتج صحي وامن جدا. كويس جدا. طيب ارجع بقى للاضرار. أيوة. وان في ناس بتتبع عادات خاطئه. تمام. من على النت، ان احنا بنقلد اللي على النت مثلا ونيجي نطبقه على نفسنا. او نقلد مثلا نظام غذائي او كده ونيجي نطبقه على جسمنا، وده غلط جدا. في ناس مثلا بتقول ان احنا ما نتعشاش كل يوم علشان جسمنا يحرق من مخزون الغداء. ودي معلومه غلط جدا. الجسم احنا مش اذكى من جسمنا، الجسم ذكي جدا. الجسم بيخزن مخزون الغداء علشان هو ما يعرفش انت هتحطي له اكل امتى. فبالتالي هيخزن الاكل على طول، يعني مش هيحرقه. فالمعلومه دي غلط. احنا نفطر ونتغدى ونتعشى اي حاجه خفيفه. بس مش نتعشى حاجات دسمه وحاجات تاذي جسمنا، عشان احنا خلاص هننام. حاجات خفيفه. بالظبط. بس احنا لا، نفطر ونتغدى ونتعشى. فهمت. دي معلومه غلط. تاني حاجه كمان، في ناس كمان بتمشي على حاجه على النت كمان، ان كل يوم ناكل لمده اسبوعين لحوم حمراء ولحوم بيضاء كده هنخس بمعدل كيلو خلال يومين. والمعلومه دي غلط، اللي ده هيسبب لنا اضرار كبيره جدا. هي اول حاجه هيعمل لنا ارتفاع في ضربات القلب، وارتفاع في ضغط الدم في الجسم، وكمان هيرتفع عندنا حمض النيوريك في الدم، وهيسبب لنا كمان انيميا. فالمعلومه دي غلط جدا. يا ريت ما نقلدش اي حاجه من على النت ونطبقها على نفسنا. احنا جسمنا نشوف نفسنا، بمعنى اصح احنا جسمنا صحي وسليم، ما نجيبش لنفسنا امراض. ما فيش امراض في جسمنا، ما نجيبش لنفسنا امراض. تمام. ما فيش حاجه اسمها نمشي على اكل او نمشي على حاجه معينه. في ناس كمان تمشي على الرز لمده 10 ايام يقول الرز فيه نشويات وهنخس لا، برضو المعلومه دي غلط. هيجيب لنا الرز هيجيب انيميا بشكل سريع جدا في جسمنا، وهيؤدي لتساقط الشعر وشحوب في البشره. فكل المعلومات دي غلط. والبيض كمان، في ناس البيض المسلوق مفيد او فيه بروتين، بس مش لان انا امشي عليه اسبوعين او لا كل يوم اكله. لا كل يوم اما انا ادخل حاجات تانية فيها بروتين برضو زي البقوليات والحاجات اللي ايوه، او خضروات. او الخضروات ده يتاكل كميات كبيره منه، الخضروات الورقيه بالذات طبعا. الحاجات الورقيه زكنت الالوان. فالمعلومه دي برضو غلط. فاحنا جسمنا كويس، احنا ماشي، احنا مالينا وزدنا في الوزن. بس اكيد في حل تاني. اكيد مش ده الحل، اكيد في حل. احنا مش عايزين نحرم نفسنا. انا بقول اي حد هيمشي معايا على الكرسي ان هو ما يحرمش نفسه من اكل. ولا يمشي على اكل معين زي ما قلنا على الاضرار، ما يمشيش على اكل معين، لا
احنا نغير ونتنوع عشان جسمنا يتمد بالطاقة الغذائية المفيدة للجسم. تمام. كمان ان الكرسي ده طبيعي زي ما قلت، احنا نلجأ لأدوية تخسيس مفيدة وآمنة، وكمان أدوية تخسيس معروفة والدكتور يدهاني، زي احنا عندنا خبراء تغذية كتير جدا هيديكوا الكرسي الخاص بيك اللي تقدر تنزل بيه وزنك وانت بصحة وآمنة. كمان لان انا معايا الكبسولات بتقفل الشهية، فبالتالي انت كده هتقلل أكلك، فانا مش عايزه يحصل لك اي مشكله ولا تساقط الشعر ولا حبوب ولا شحوب في البشره ولا بقع، كل ده انا مش عايزاه يحصل. فبالتالي انا هديكي النقط فيها فيتامينات، يعني انا هديكي الكورس بتاعي فيه فيتامينات ان هو يغذيكي حتى لو ما اكلتيش كويس. الالياف الطبيعيه دي بتساعدك ان انت، هي مفيده للمعده وكمان بتساعد على امتلاء المعده والشبع بشكل، يعني ما جوعش لفترات طويله جدا. بس طيب تعالي بقى نتكلم على الاطفال عشان ده جالي سؤال. طب في واحده ابنها تقريبا عنده يا 17 يا 18، السن ده بالنسبه لكم امن وكويس؟ اه طبعا كويس، احنا بنبدا الكورس بتاعنا بيبقى له انواع كورسات معينه ولا لو هو صحته كويسه بياخد الكورس انتوا خلاص محددينه؟ تمام. لا هو لو ليه هو صحته كويسه هنديله الكورس اللي هو ده. هو اه الولد ما عندوش مشاكل صحيه الحمد لله. اه بالظبط الحمد لله. في كمان كورس تاني بيبقى للضغط او السكر. تمام. ده كورس تاني لو لا قدر الله اي حد عنده اي حاجه، فبالتالي هو لما بتوصل مع الفريق الطبي بيقول لي ان هو مثلا سنه وطوله ووزنه والحاله الصحيه بتاعته. تمام. فبالتالي على الحاله الصحيه دي ابدا انا اديله الكورس الخاص بيه، فلازم كويس قوي ان هو يقول لي هو عنده ايه؟ عنده مرض قلب او عنده ضغط او سكر. بالنسبه تمام. للاطفال مفيد، الاطفال كتير قوي خسوا معانا كمان بيبقى معدل الحرق بتاعهم سريع جدا انه بيتحركوا بشكل اسرع من الكبار. تمام. بيروحوا تمرين او المدرسه بالذات كل ده بيتحركوا كتير. والكمان يعني النشاط الذهني، النشاط الذهني كمان بتاعهم ما شاء الله بيبقى برده سريع، بيبقى لسه في معدل النمو، هرمون النمو عنده عالي وشغال كويس. فالاطفال عادي ياخدوه من سن 16 سنه لحد بقى سن 80 سنه، يعني لحد الاخر. تمام. طبعا كبار السن بقى، كلميني عن كبار السن شويه. كبار السن بيبدا من عندنا اول حاجه، في ناس خاصه مالها من سن 40 سنه لحد برضو اخر كبار السن، مثلا اللي هم سنهم 50 سنه او حاجه و60، دول برضو بيبقى عندهم مثلا هشاشه عظام، بيبقى عندهم العظام عندهم ركبهم من وزن بيأثر على رجليهم، وكمان بيقل عندهم معدل الحرق خلال فتره عمرهم. فكبار السن عندنا ليهم كورس معين كمان بنضيف لهم، يعني حسب بقى ما بيتواصلوا مع الفريق الطبي كمان بيبقى ليهم بيضيف لهم مثلا نقط او بيضيف لهم حاجه معينه ليهم. فبرضو فعشان كده لازم اعرف السن وبيبقى ليا بروفايل ليه عشان اقدر اعرف كل حاجه تفصيله عنه. ايوه. وزي ما قلت ان الكرسي بيساعد على تسهيل عمليه الهضم، وبيساعد على سد الشهيه، وبيساعد على ارتفاع معدل ارتفاع ان هو يحرق لك الحرق في جسمك، كمان بيساعد ان هو ينقي جسمك من السموم. في فيتامينات بيمد بالخلايا الفيتامينات في الجسم. تمام. كمان بيساعد على تحفيز الهرمونات الخاصه لحرق الدهون. فهو الكرسي امن جدا جدا لاي حد، وحتى الاطفال كويس ممكن ياخدوا مني. كويس جدا. طيب نعمل بس كده عشان ابدا بقى اشتغل معاكي في الدونت. انا عملت بس الـ العجينه على ايدي، سهله جدا وبسيطه، بس خلطت الاول الزبده مع البيض، بعد ما طريت الزبده شويه لوحدها، وبعدين حطيت عليها السكر، وبعدين ضربتهم كويس بقوا كريمي، حطيت عليهم البيضه مع الفانيليا، وبعدين نزلت بيهم على البطاطا المسلوقه واللي انا خليت قشرها، حطيتها وقعدتهم مع بعض، وبعد كده بدات انزل بالدقيق والخميره. احتجت للبن ضفت، ما احتجتش خلاص على حسب العجينه، هسيبها تخمر على الاقل ساعتين في مكان دافي، وبعدين اللبن لازم يكون دافي لو احنا الوقت ساقع. انا دي بقت بتاعه البطاطا، نسبه البطاطا انا كترتها فيها، هنا دي نسبه البطاطا نص كوبايه بس على كميه العجين، فهي مش باينه كلون. بصوا هنا الفرق بين اللونين اهو. وهنبدا بقى نشتغل فيها عشان وانا جنب كده مريومه، وهنتكلم تاني على الكورسات التخسيس، وهننزل تاني الارقام الخاصه بيهم موجوده قدام حضراتكم على الشاشه. وعايزين تزودوا نسبه البطاطا، كل ما بتزيد والله تبقى طعمها حلو، لكن لو انتوا مش عايزين تبعدوا قوي عن الطعم انا حطيت بس معلقه قرفه للطعم. جميل جميل. انا عارفه ان انت بتشجعي القرفه والحاجات الحارقه. اه بالظبط، حلوه قوي، لطيفه جدا كمان مع البطاطا لما بننكه بيها المعجنات بتبقى طعمها حلو. كمان البطاطا مفيده جدا كمان لو كل الناس بقى تعملها، الاطفال كمان حلوه قوي. البديهات كمان انت عارفه بنعملهم ببيرونا كان فيها بطاطا، نضرب البطاطا كده في الخلاط، لو ليهم نوع لبن عشان نوع لبن الياف. ايوه الياف طبيعيه كمان بتساعد ان بتشبع. بتحس بالشبع. عشان كده دايما بنقول مثلا ناكل البطاطس المسلوقه عشان برده فيها، والمهروسه طبعا. بس بنغير برده التغيير حلو. احنا لسه بنقول في اول التنوع حلو، التنوع ده طالما مفيد خلاص. انا عايزاه يفيدني،
يعني احنا انت رايك ان احنا ننوع في الوصفات ننوع الاكل، ننوع في وصفات الاكل الغذائيه عشان نمد جسمنا بالعناصر الغذائيه المفيده ليه. تمام. فبلاش ان احنا نمشي على اي حاجه نشوفها او نسمعها. تمام. وكمان عايزه اقول ان احنا لو انا وزني زايد وعندي سمنه، ايوه، ما يقاس ومثلا افضل منتظم على اكله معينه، او ما يقاس وامشي مثلا تبع دايت صاحبتي او تبع دايت على النت. ما نمشيش تبع ده، لا، يا اما نتعامل مع دكتور تغذيه يا نلجا لادويه التخسيس زي الكرسي مثلا معايا النهارده، ويكون امن ويعني معروف. حاجه معروفه، ناخد حاجه امنه. عشان ما ناذيش جسمنا، ان يعني احنا ما عندناش امراض نلجا لامراض. لا، مش عايزين كده، احنا مش عايزين كده بالظبط. زي ما قلت ان الكرسي بيساعد على تحفيز تحفيز يعني تحفيز الهرمونات المساعده على حرق الدهون. كمان عايزه كمان اقول حاجه، دايما نلجا لكشف دوري عشان ده هيساعدنا جدا نكتشف اي مرض او اكتشاف اي نقص لو احنا عندنا مشكله، صح كده؟ لو عندنا مشكله. عشان كمان ده هيساعدني قوي، انت بتتعامل معايا في الكرسي تبقى انت جاي عارف انت مش عندك ايه في جسمك. علشان احنا عايزينك المره الجايه كلمينا عن الناس اللي عندهم حبايبي تعبوا جات لهم جلطات، عشان دول برضو غاليين علينا جدا. طبعا نتكلم عن انظمه الاكل المتبعه. هم عموما عشان بس تبقوا عارفين، نسبه الفواكه بتبقى بنسبه كبيره جدا، الخضروات بنسبه كبيره جدا، ولازم يبقى الفواكه على الاقل اربع انواع من الفاكهه، حاجات فيها بروتين كتير، حاجات فيها بروتين كتير تنفعهم جدا. فاحنا عايزين بس ايه، بسم الله، كملي مريم. المهم، فدايما لما بيجي لي مثلا حد عشان ما يقولش ان الكرسي مثلا مش جاب معاه نتيجه، او ان الكرسي ده ما خسسنيش، طب انت ممكن يكون عندك مشكله اصلا. يعني زي مثلا دكتور الشعر، لو انا رحت مثلا اطول شعري، انا عندي انيميا اصلا، مشكله في التغذيه طبعا، انا عندي نقص اصلا فيتامين، طب هو اداني مثلا الدواء المعين وهو ما طولش، هل كده ده العيب من مثلا الدواء الدهوني الدكتور؟ لا، هو انت بيكون عندك نقص، فدايما تلجا لتحاليل، مش لازم يجي لك مرض او تتعب لا قدر الله عشان تحس تعرف انت عندك تعب ايه. لا، دايما نعمل كشف دوري او نعمل تحاليل عشان نعرف هل عندنا انيميا، هل عندنا نقص فيتامينات معينه عشان نقدر ان احنا نزودها. كمان نلجا دايما للشمس، علشان الشمس طبعا فيتامين دي اهم عامل فعال للفيتامين دي يا جماعه، كبار وصغيرين. طبعا دايما يعني مثلا في ناس تقول انها ما عندهاش حب في البشره او بقع او حبوب، ده بيكون بسبب ان عدم تعرض للشمس، فلازم دايما نتعرض للشمس اكتر علشان يعني يكون بشرتنا كويسه، وكمان عشان نزود الفيتامينات اللي في جسمنا. وزي ما قلت ان الكرسي معايا هو عباره عن كبسولات ونقط والاعشاب. كويس. الكبسولات هتساعدك على ان هي تقفل لك الشهيه، ان هي تحتوي على الياف طبيعيه. حلو. هتساعد على امتناء المعده والشبع علشان نخس بشكل امن وصحي. كمان هيساعدك ان هو يتغذي لك على الخلايا الميته علشان ما يتكونش دهون تاني، اللي هو لما انزل وزني ده ما تخلش. فهم. عشان ما نخنش بسرعه كبيره، عشان اللي بينزل وزنه ده بيبقى معرض للتخن اكتر من اللي ما كانش من اللي ما كانش عنده. مظبوط. بالظبط. فانا لازم اكون متابع معاك. كمان هتكلم عن المتابعه عندنا. اول حاجه المتابعه بتكون اسبوعيا معاك. تمام. اول باول دايما بنشوف بينزل وزنك من قد ايه لايه معانا. كمان بنشوف مثلا من اول اسبوع نزلت كام. دايما مثلا حتى لو وزنك ما نزلش على الميزان، مش نيأس من الميزان، عادي جدا. تمام. برضو ممكن نشوف، ممكن يكون الدهون دي راحت في الكتله العضليه. تمام. فما نشنيقس، مالناش دعوه بالميزان، يعني أوكي. خلينا نبص للتيشيرت والبلوزه اللي بتوسع. نبص بعين التفاؤل شويه. بالظبط. يعني مالناش دعوه بالميزان، انا نفسي ما باخدش في الميزان خالص يعني. تمام. فما نجاش احط ده جنبك. الله، تسلم ايديكي. احنا عاملينه كيوت عشان دي القطاعه بتاعت الدونت، انا يعني عاملينه بالقطاعه مش بقى بكوبايه كبيره. بصوا القطاعه الجديده دي بتاعت الدونت، فيها اللي هي الصغننه دي اللي بتقطع على طول، تطلعها مفرغه جاهزه اهي كده. الصغننين بقى دول اللي حضراتكم احنا طلعناهم على جنب، دول الكور اللي دخلت جوه الدونتاي اللي كانت جواها واحنا طلعناها، حمروهم لوحدهم، حطوا عليهم سكر بقرفه او صاص شوكولاته، وخلوا الاولاد ياكلوهم بالخلطه السنين. لو انت المزاج ده. طيب ماشي، هطلع بقى الدونت ده كده، بصوا باللون الذهبي ده، يا اما يطلع في سكر وقرفه، يا اما هنعمل الجليز الخاص بيه، يا اما في صوص شوكولاته. عندي دلوقتي كمان صوص كراميل هحطه فيه. ونبدا بقى. مريوم، قول لنا العرض بتاعك النهارده بسرعه. احنا العرض على الكرسي النهارده 70% خصم لحد الساعه 12 بالليل. كمان في هديه عليها، يا نقط يا كريم، حسب ما بتوصل مع الفريق الطبي بنشوف ايه الاحسن ليك عشان تكون هديه ليك يعني حلوه. تمام. ليك تلاقي تفيدك. فالكرسي عليه خصم 70%. 70% يا جماعه، 70% يا جماعه النهارده بالليل لحد بالليل. استغلوا الفرصه. بالظبط. عشان قبل ما تروح قبل ما تروح منكم الفرصه، نستغل الفرصه طبعا، وندخل على الصفحه، نتابع معانا على الصفحه اللي احنا عرضناها. ايوه. كمان تابعوا الاسئله والنصايح اللي بننزلها وشكل الكورس، واي كومنتات هنرد عليها، ونشوف الخصم كمان. الخصومات بتنزل على الكورسات على الصفحه طبعا. تمام. فلازم نتابع. وخصم 70%. طيب 70% النهارده لحد الساعه 12 بالليل. 12 بالليل.
و وعليه هديه. عليه هديه. طيب حلو قوي. الهديه اهم حاجه. اه طبعا، بس الهديه دي بتناسب على حسب الحاله صح؟ اه على حسب الحاله، يا نقط بنديك نقط يا كريم. طيب هديه على الكورس. حلو ده قوي. طيب انا عايزه بقول حاجه، احنا الدونت لازم قبل ما احمره اسيبه يرتاح بعد هنا وينفش تاني على الاقل نص ساعه. هينفش تاني وياخد وضعه عشان ما يشققش مني ويبقى يعني طلع من الفريم بتاعه. خلاص بعد ما هاخده كده هاخده بقى احمره في زيت لما يبقى اللون ذهبي ده، انزله بقى في صوص شوكولاته زي ما انتوا حضراتكم عايزين، زي ما انتوا عايزين تعملوا براحتكم. انا عايزه اخد كده ازود واحده في طبق هنا جنبك كده يا مريم. حلوه قوي. اه ونزود عليها الصوص الشوكولاته الحلو ده ونبدا بقى نعرض الحاجات بتاعتنا. والنهارده يا جماعه انتوا الناس تاكل الدونت وبعد كده ياخدوا كرسي التخسيس عشان ما هندخل كده. تمام. نعمل بقى كده شويه وناخد برضو بالكراميل. حمادة عمل لي كراميل هو يجيبه لي. طيب خلاص احنا بقى تمام، احنا خلاص كده خلصنا وصفاتنا. والمريم النهارده العرض 70% لحد الساعه 12 بالليل، وكمان في هديه على الكورس. ونلحق بقى ناخد الكورس عشان هو حلو قوي وكمان صحي وامن جدا ملوش اي اعراض وهيخسسنا ان شاء الله. كمان لازم كلنا نعرف احنا عندنا ايه المشكله، علشان مش اي حاجه نقول ان الكورس مش خسسنا وكده، لا نعرف ايه المشكله اللي عندنا علشان نقدر نخس بشكل اسرع. أوكي. تمام. طيب مريم انا بشكرك طبعا، حبيبه قلبي مريم شريف. شكرا حبيبتي كمان، خبيره التغذيه. بشكرك وبشكر الشركه من خلال الخصومات الحلوه اللي انتوا بتعملوها عشان اصدقائنا. ومشاهدينا الكرام النهارده عملنا الدونت. القطاعات الصغنونه دي لطيفه للولاد في المدرسه، ادوها لهم. اعملوه بالبطاطا، اعملوه بالقرع. عملنا النهارده تكفيف الفلفل في البيت، وعملنا مكدوس الفاصوليا الخضراء. واتمنى من الله اشوف حضراتكم من هنا الحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده. و السلام عليكم.